ومعانا النجم الكوميديا النجم الكبير محمد هنيدي. يا هنيدي مساء الخير وبعزيك. مساء النور. مساء النور يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا يعني لله وانا اليه راجعون، يعني الله يرحمه. انت نجم من جيل مختلف عن جيل سمير غانم، لكن ايه اللي سلمه لكم سمير غانم؟ ايه يعني ده جيل بيسلم جيل يا هنيدي، ايه اللي انت استلمته رحمة الله من عليه. سمير ومن جيله؟ رحمة الله عليه، أكيد يعني أكيد كلنا استلمنا، وأي حد بيشتغل في الكوميديا بالتحديد استلم كتير، استلم مدرسة يعني. استلم مدرسة وأسلوب وفهم وتفاني في الشغل. وبعدين أستاذ سمير، عشان نتكلم عليك ككوميديان أو كفنان كوميدي، لا عايزين ناخد وقت طويل قوي. لكن هو الله يرحمه بيجمع ما بين الفني والإنساني. النهارده كل الناس حزينه من امبارح، جدا جدا بمختلف الاجيال الحقيقه. صحيح، الاطفال للامانه بتعيط، الاطفال بتعيط يا هنيدي. بالظبط بالظبط. فهو علشان هو كان مخلص جدا 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 في عمله، وطول الوقت ما بيعملش حاجه غير انه بيفكر ازاي يسعد الناس. طول الوقت بيشجع الصغير وبيحب الكبير. يعني كان حدوته عم سمير الله يرحمه، حدوته واستاذ ومعلم مسرح ومعلم فن بشكل عام. يعني ايه اللي اتعلمت منه؟ راقي قوي بقى، راقي قوي طبعا. ايه اللي انت اتعلمته منه وانت طالع كده وبتشوف مدرسه سمير غانم وهو فرسير كبير؟ يعني طريقه لبسه وطريقه حركته وطريقه نضارته، ايه اللي انت شفته منه يا هنيدي؟ لا انا اللي يعني اللي اتاثرت بيه الحقيقه الارتجال. يعني انا حتى هو الله يرحمه كان بيقول لي كده، انا بحب الارتجال وكنت بتفرج عليه على المسرح. هو طبعا ابو الارتجال يعني للامانه، وانه يكون فكره ويقعد يضحك من خلالها فتره قدام الجمهور. لا كان حضوره عالي قوي قوي، وحاضر من اول ما بيدخل، من اول ثانيه على المسرح، وكل اعماله الحقيقه يعني كوميديان من النوع التقيل قوي 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 قوي. يعني عارفه ركن كبير، خدت بال حضرتك؟ الا جانب بقى يعني الفنان الشامل، يعني ده غنى ورقص وعمل صح وعمل كل شيء، وعمل فوازير يعني فطوطة طبعا، عمل عايشة الحال، عمل كل الألوان الحقيقة. وكل ده كوم، وعلى المستوى الإنساني يعني مش أنا اللي هشيد بيه، كل اللي عرفه في حياته يشيد. خلوق جدا جدا جدا، عمره ما زعل حد. يعني أستاذ سمير عايش معانا بقاله عمر، مفيش حد سمع ان الاستاذ سمير عمل مشكله في يوم مع حد او زعل حد او لا 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 لا، تماما تماما. حتى في المسرح اللي بيشتغلوا معاه كان بيدي فرص للناس، هو كان لطيف، انسان لطيف جدا جدا جدا. وعشان كده كمل الحزن. عمره كلمك مثلا بعد عمل ما وقال لك كتير؟ ايه بقى كتير؟ لا كتير، كان الحوار لطيف جدا، وكان طبعا يعني كان فرحان بيا وكذا وكذا. لكن انا ما كنتش بتكلم، كنت بقعد بسمع واتفرج على اعماله واتابعها وبتاع. وكانت القعده معاه بصراحه يعني تستفيدي منها، يعني حتى فاهمه على كل المستويات. كان شخص خلوق جدا 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 ولطيف جدا جدا، وما اعتقدش ان في 1% حد يختلف على سمير غانم الحقيقه. فاحنا يعني بندعي له بالرحمه وبنعزي انفسنا، والبركه في البنات اللي مخلفهم العظام وزوجتهم نجمات، ربنا يحفظهم وربنا طبعا يقوم دلال يا رب بالسلامه. باذن لأن الرحمن يا باذن رب الرحمن يا ربنا يشفيها باذن الله يا رب، ويشفي كل مريض ان شاء الله، ما حدش يعزيكم تاني يا أبدا. رب. بشكرك هنيدي فالنجم الكبير يحفظك. محمد هنيدي، يعني بشكرك شكرا جزيلا على كلامك عن استاذ هو الفنان الكبير سمير غانم.